المحاضرة النهاردة عن استراتيجية المنتج في الأسواق الدولية. من المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن introduction للمزيج التسويقي، والنهاردة هنتكلم عن تفاصيل كل عنصر. هنبدأ نتكلم عن مفهوم المنتج. المنتج الدولي هو بنقول أي منتج، بنقول إيه، بتبقى سلعة مادية يا إما خدمة يا إما فكرة زي الجرايد الكتب. ده لما اجي اقول هو ايه، عبارة عن ايه، مواصفات شكلية وفنية بتشبع لي رغبات معينة، بتحقق لي مجموعة منافع معينة. بقول والله موبايل في ايدي، مواصفات 1 2 3، المواصفات دي بتمكنني ان انا اتواصل مع العالم كله، بتمكنني ان انا ادخل على النت، بتمكنني ان انا يشتغل كلابتوب معايا. يبقى دي المنافع اللي انا بحصل عليها من خلال هذه المواصفات، هو ده المنتج. وممكن شركة بنقول بتتعامل خط منتجات. خط منتجات يعني ايه؟ مجموعة منتجات في رابط بينها، سواء رابط انتاجي او رابط تسويقي. يعني يا اما المنتجات دي بتستخدم نفس العناصر الانتاج واحدة، نفس المعدات، العمالة، المواد الخام. هي يا اما زي مثلا اجهزة تدفئة او اجهزة تكييف، او رابط تسويقي زي مثلا بنتج منتجات اطفال، شنط واحذية، وي وي. الرابط هو العميل نفسه، ان ده للطفل، ده خط المنتجات. بلاقي مزيج السلع بقى اللي هو درجة التنويع بقى، ان انا عندي مجموعة خطوط منتجات، يعني مش خط واحد. انا عندي خط انتاج للثلاجات، وعندي خط انتاج للبوتاجاز، وعندي خط انتاج سيارات. يبقى ده درجة التنويع، ده فبنقول عليه المزيج السلعي. التنويع بلاقي جوه كل خط، لو عندي معايا خط ثلاجات، تشكيلات الموديلات، الاشكال، المقاسات، الاحجام، كل دي كلها، ده التشكيل اللي هو العمق، ده اللي بنقول عليه التشكيل. يعني عندي ثلاجات 12 بابين، نفرست افقية رأسية، ثلاجات سوبر ماركت، ثلاجات منازل. يبقى ده كله بنقول ايه، التشكيل في خط المنتجات. خلاص، درجة توافق البيع في المزيج التسويقي. دي كلها مفاهيم أساسية يعني ايه منتج، قبل ما بندخل في الاستراتيجية بتاعته. استراتيجية المنتج، ان انا عندي بيبقى 2 اوبشنز للاستراتيجيات. الشركة بتبقى قدامها يا اما تقدم نفس المنتج اللي هي بتنتجه وتسوقه في السوق المحلي اللي في الدولة الام بنفس المواصفات، هو نفسه اللي بتسوقه في الاسواق الدولية، فدي بنقول لاستراتيجية التوحيد او التنميط. الاستراتيجية التانية، لا انا هعدل المنتج، والمنتج اللي ببيعه بره مختلف عن المنتج اللي ببيعه جوه السوق بتاعي. طبعا الاختيار او المفاضلة، ونقول انهي الافضل، بنقول في عوامل بتبرر او تشجع على استخدام استراتيجية التنميط او التوحيد، وفي عوامل اذا توفرت بتجبرني ان انا اقوم اتبع الاستراتيجية التانية. هو هنا بيقول يعني ايه المزايا بتاع ان الشركة المنتج اللي بتبيعه جوه تبيعه بره. اكيد احنا بنقول ايه، الحجم، وفرات الحجم الكبير، المنتج هتنتجه والسواق جوه البلد وكل الاسواق الدولية اللي بتسوق فيها، يبقى انتاج بكميات كبيرة. برضو فحوص التطوير، انا بعمل فحوص تطوير لمنتج واحد وبسوقه، اذا بنقول كل ما الكميات بتكبر التكلفة الثابتة دي بتتقسم على عدد اكبر من المنتجات، فنصيب الوحدة بيقل من التكاليف. برضو ولاء العميل، انا متعودة على منتج معين وبروح الاقيه برضو بره، هو في جوه بلدي، واطلع بره الاقيه برضو نفسه، فاللي بيخلق نوع من الولاء لاستمرارية السلاك. طبعا طول ما بيبقى المنتج بينتشر فيه كل الاسواق، بيبقى ده طبعا صورة ذهنية، الامج اللي موجودة عند العميل عند المنتج ده بتكون إيجابية وكبيرة. خلاص، لو سألنا بقى إيه السلع اللي تناسب الحوار ده، أكيد السلع الصناعية اللي إحنا قلنا قبل كده في المحاضرة اللي قبليها، إن السلع الصناعية اختيارها
مش معتمدة على عواطف إنما مواصفات عقلية بحتة، يعني بكلم على الجودة والسعر والكفاءة التشغيل وي. فممكن قوي طالما إن توفرت في أي عميل في أي دولة، هي دي العوامل اللي عايز تبقى متوفرة في المنتج الصناعي، الآلات، المعدات، الكلام ده. برضو السلع اللي أنا هصدرها، أنا هصدر إيه؟ أنا بصدر المنتج المحلي اللي أنا بنتجه جوه بلدي. العوامل بقى اللي ممكن يعني تجذب الشركة في إنها تغير المنتجات بتاعتها، فبيقول لك اختلاف ظروف الاستخدام. يعني بنقول والله انا لما يبقى بسوق في مناطق نقول المناخ مثل درجة حرارة عالية او درجة برودة عالية، لازم اعدل مواصفات المنتج بتاعي بحيث انها تتحمل درجة الحرارة دي الجامدة او درجة البرودة الجامدة اللي هي مختلفة عن المناخ اللي موجود انا في السوق المحلي بتاعي. برضو دخل الفرد، في دول غنية ودول متوسط دخل فيها منخفض، اكيد ببقى عايزة اعمل تعديلات اللي اقدر اقدم منتج يتناسب مع مستوى الدخل الموجود. برضو القيود الحكومية، ان انا ممكن قوي جوه بعض الدول تجبرني او بتشترط او بتحط قيود ان لازم المنتج اللي بيتصنع جوه البلد في جزء مكون محلي يدخل فيها، يبقى انا لازم اعدل المنتج بتاعي عشان اقدر اوفي بهذا القيد. درجة بنقول والله المنتج انا عندي مدن، درجة تمدن ان عندي اسواق ريفية، أسواق في دول نامية، أسواق في دول متقدمة. أكيد كل دولة هتبقى محتاجة التعديلات اللي تتناسب مع درجة التقدم بتاعتها. طيب بالنسبة للمفاضلة ما بين سياسة التوحيد او التنميط وسياسة تعديل المواصفات او تطوير المنتج بتاعي، بنقول احنا عندنا بالنسبة للسلع قلنا عندي سلع صناعية يا اما استهلاكية، وجوه الاستهلاكية قلنا عندي سلع ميسرة، سلع معمرة، وسلع خاصة. هل السائلين السلع الصناعية على طول دي مش محتاجة هي تمشي في التوحيد والتنميط؟ لان قلنا المواصفات اللي مطلوبة فيها مفيش حد هيختلف فيها في اي دولة من الدول، يعني العميل بتاعها مواصفات ثابتة في كل الدول. السلع الاستهلاكية قلنا عندي السلع المعمرة، برضو دوافع عقلية هي اللي بتتحكم فيها، الجودة والكفاءة والتشغيل والكلام ده كله، يبقى برضو هنروح ناحية التنميط او التوحيد. خلاص غير كده هنقول يبقى التعديل. برضو دي النقطة التانية، درجة دورة حياة المنتج، مرحلته في جوه السوق المحلي وجوه الأسواق الدولية. قلنا إن المنتج ممكن يبقى جوه السوق المحلي بقاله فترة فهو في مرحلة النمو، أنا مش هعيد الدورة تاني شرحناها في المحاضرة اللي فاتت، في مرحلة الاستقرار في السوق والنمو، وهو ممكن يبقى لسه هيدخل جديد في سوق دولي. اذا ممكن قوي الفرق ما بين عمره جوه السوق المحلي وعمره جوه السوق الجديد الدولي بيحتاج اجراء بعض التعديلات عليه. خلاص برضو العائد، مقارنة العائد والتكلفة بتاعة التعديل، لما انا اشوف تطوير المنتج هيكلفني قد ايه، العائد اللي هيجيني من وراه قد ايه، واقدر اقرر اذا كان مجدي ولا لا. برضو القيود القانونية لسه قايلينها، هي ممكن قوي تكون هي يعني خلاص لا مفر، انا لازم اعدل لان هي الدولة اللي انا همارس فيها نشاطي لازم التزم بالقوانين بتاعتها. في حالة المنافسة اللي انا في السوق برضه، هي ممكن قوي اللي تكون تفرض عليا موضوع التعديل عشان اقدر استمر في السوق او ادخل السوق بميزة تنافسية مختلفة او ميزة تنافسية اتفوق بيها على المنافسين، هي في الحالة دي لازم اعمل تعديل. النقطة الاخيرة اللي هي الاهداف التسويقية اللي احنا هنقول عليها بالتفصيل اللي جاية،
يا ترى انا لسه داخله السوق جديد لاول مره، يا ترى انا موجوده في السوق وعايزه احافظ على الحصه بتاعتي مجرد ان انا بس احافظ عليها، ولا انا عايزه اكون قائده في السوق واكبر الحصه واخد حته اكبر من الكعكه اللي هي السوق كله. الامور دي كلها هي اللي تتحكم في ان انا اروح ناحيه اي سياسه من السياسات. هنا الاستراتيجية التطوير او التعديل وعلاقتها، ان في متغيرين دلوقتي، طبيعة المنتج نفسه هل هو طبيعته ان هو سريع التطور التكنولوجي فيه، معدل التطور التكنولوجي فيه عالي زي الموبايلات مثلا، ولا طبيعة التطور هو مش التطور التكنولوجي فيه مهوش عالي منخفض. زائد اننا دلوقتي المتغير التاني الاهداف بتاعة الشركة، هل هي داخلة سوق جديد لسه؟ هل هي بتحافظ على السوق بتاعها اللي موجود الحصة بتاعتها؟ هل هي عايزة تكون تكبر الحصة بتاعتها وتبقى قائد في السوق؟ فالعوامل دي كلها بتنعكس على شكل التطوير اللي هيتم. احنا بنقول ممكن يبقى في تطوير جوهري كأني بدخل منتج جديد تماما وأضيف منتج، او ممكن قوي ان انا التطوير ان انا مجرد في الاستخدامات بتاع المنتج او في الاشكال الموديلات بتاعته، يبقى دي الابعاد بتاعته. فبنقول لو انا الشركة دلوقتي لسه داخلة جديد وكان المنتج بتاعها ما هوش طبيعته مش التطور التكنولوجي معدله مش عالي، فايه اللي انا هعمله في الحالة دي؟ مجرد بس نفس المنتج احاول اوجد استخدامات جديدة ليه خلاص. لو العكس، المنتج بتاعي مرتفع معدل التطور فيه عالي وكتير، في الحالة دي لا، انا على طول اكتف. يعني لو تلاقوا ان البعد ده لازم هيبقى فيه تطوير وبمعدلات، سواء هنا في الاول انا بعدل في نفس المنتج تشكيلة على مستوى نفس البرودكت خلاص. طيب لو كانت شركة يعني محققة حصة تسويقية معينة وهي يعني طموحاتها كلها انها تحافظ عليها، مش هتزودها، يعني مجرد انها تحافظ ما تنقصش عنها ويعني وما تزيدش، يبقى هنا هتعمل ايه في المنتج ده؟ يبقى هنا في المنتجات ذات المعدل المنخفض في التعديلات التكنولوجية فيها، مجرد انها تعمل تعديلات بسيطة ماشية حسب المنافسين. هي مش عايزة تاخد تزود حتة نصيبها، انما مش عايزها تقل، فعلى الاقل تتوافق مع المنافسين. المنافسين عملوا ايه؟ هي تابعة على طول بسرعة، الرياكشن بتاعها تعمل زيهم عشان تحافظ على الحصة بتاعتها، والا السوق الحصة بتاعتها تقل خلاص. لو كان المنتج سريع التطور التكنولوجي بتاعه او عالي بتاعه، لا ده انا لازم ابقى اكتر بقى ان انا بحاول اعمل تشكيلة جديدة منه. تعالى بقى اعلى هدف، لا ده انا عايزه ابقى قائده في السوق وعايزه اتوسع وعايزه حصتي بتاعتي تزيد. هيدخل هنا في التطوير التجاري، يعني التشكيل الشكل بتاع المنتج، المواصفات الشكليه بتاعه المنتج هنا بقى جوهري، يعني في المعدل التكنولوجي العالي لا، ده تطوير جوهري فني في تركيبه المنتج، في مواصفات المنتج، بحيث انه كانه دخل بمنتج جديد. البعد التاني لاستراتيجية المنتج هي تعبئة وتغليف المنتج ده، وأهمية الاهتمام بالعبوة كأداة لجذب العميل، كأداة للمحافظة على المحتويات بتاعته ومواصفاته وجودته. هي العبوة نفسها بتسهل موضوع تخزين المنتج، نقل المنتج، عملية التركيب والفك بتاع المنتج. فمن العوامل المهمة والمؤثرة على نجاح التسويق المنتج. التغليف والتعبئة بيبقى فيه نوعين، ان انا بغلف المنتج نفسه، المنتج البرودكت نفسه، وطبعا كل ده حسب طبيعة البرودكت، وبغلفه بالطريقة اللي تحمي المنتج وتسهل نقله زي ما قلنا.
المنتج طبعا حسب طبيعته، لو اكيد تغليف آلة غير تغليف مثلا خلاط، لو بنلاحظ من جوه بيبقى فيه الفبر اللي هو ممكن يحافظ على كل الاجزاء بتاعت المنتج من الكسر او التلف، او لما نيجي تحط في الكرتونه اللي من بره بيتكتب انها قابله للكسر، كل الاحتياطات اللي هي تضمن المحافظه على المنتج لغايه ما يوصل لايد العميل، لا وقت ممكن اوي تحافظ عليه اثناء الاستخدام. التغليف التاني ان المنتج نفسه تغليف للشحن، اعتبارات الشحن ان هيتم الشحن وازاي، بري بحري طيارة، يبقى كل نوع من التغليف حسب طبيعة وسيلة الشحن اللي هي تضمن برضو المحافظة على المنتج سليم وتحميه من اي تلف. طبعا وظائف العبوة لسه قايلينها في السلايد اللي قبليها. بشكل عام الشروط اللي لازم تتوفر في العبوة، نقول لازم تتلائم مع البيئة الاجتماعية والعمل الثقافية. يعني ايه الكلام ده؟ والله بنقول ثقافة المجتمع ده مجتمع متدين، او نقول والله عندهم زي في دول مزيابة عندها حيوانات مقدسة، مش المفروض يعني تظهر على عبوات تسيء ليها، او بنقول برضو نمط الاستهلاك والعادات الشرائية. في دول نمط الاستهلاك بتاعها ان الناس بتتسوق بشكل يومي او بشكل اسبوعي او بشكل شهري، يبقى حجم العبوات تناسب. يعني لو بنقول في الدول الاوروبية هو ممكن اوي يروح يجيب تفاحية واحدة أو يجيب فلفلاية واحدة، احتياجاته اللي هو محتاجها في اليوم. يبقى التعبئة هنا غير إن في دول مثلا زي دول الخليج، لا هو بيجيب بالكرتونة، يعني لو جيب كرتونة دجاج مجمد يعني دي أقل حاجة بيجيبها. يبقى احنا بنراعي العادات الشرائية، بنراعي مستوى الدخل. أقول والله لما العبوة وسيلة إن هي تجزأ المنتج وتجذب أكبر عدد من العملاء بفئات الاستهلاك، فئات الدخل المختلفة. يعني بقول والله معجون السنين اللي يتعمل بأنبوبة لليوم الواحد، اليوم الواحد يمكن إن هو ينوع عدد العملاء الفنادق لأصحاب الدخل المحدود، اللي يشجعه على إن يشتري معجون سنان ويستخدمه، او باكيت شامبو ويستخدمه مرة واحدة. يبقى دي بنراعيها. الطبيعة المناخية ان بنقول والله المناطق او الدولة حر ولا برد، بنقول لو مثلا المنطقة حر ما ينفعش اعبي مثلا ادوية في كرتون ورق هيبلى وهيبوظ، يبقى لازم يكون عبوات ازاز. او فدي من العوامل اللي لازم اراعيها وانا بعمل تعبئة او تغليف للمنتج بتاعي. التمييز المنتج برضو من الابعاد المرتبطة باستراتيجية المنتج. يعني ايه ان انا بميز المنتج؟ زي الاسم اللي احنا بنديه للطفل وهو مولود، وفي الاخر هو ده الهوية بتاعته كلها متركزة على هذا الاسم. نفس الكلام البرودكت بيبقى محتاج ان انا اديله اسم تجاري. الاسم ده ممكن يكون كلمة، يبقى حرف، يبقى رسمة، يبقى ارقام. ده في الاخر بيطبع في ذهن العميل، وهو ده اللي بنبني عليه الشهرة بتاعته، وبنبني عليه الصورة الذهنية اللي عايزين نخلقها ليه جوه ذهن العميل. فبيبقى اسم علامة تجارية طبعا. وانا بحط الاسم لازم ابقى يعني حريصة جدا ان يدي اثر ايجابي ويحقق لي الهدف بتاعي، وان يبقى مميز عن المنافسين وينطبع في ذهن العميل بشكل ايجابي. يبقى لازم اراعي كويس قوي برضو الاسم والثقافة بتاعت المجتمع واللغة بتاعته.
ما اختارش اسم ممكن قوي يدي معنى سيء ليه جوه البلد، يعني كلغة يبقى الاسم ده ترجمته في الدولة اللي انا بسوق فيها معنى سيء، وطبعا هيدي اثر سيء للمنتج. يبقى اراعي جامد الجوانب الثقافية وارتباط الاسم ده باللغة بتاعت البلد والتقاليد. برضو موضوع ما يبقاش يبقى بعيد، او هو لازم يبقى مرتبط بالمنتج نفسه وبالمواصفات بتاعته بمستوى جودته باستخداماته، وفي نفس الوقت ما يبقاش مشابه طبعا لأسامي المنتجات المنافسة، وخاصة ايه يعني المنتج اللي هو رديء وجودته وحشة منافس، ممكن قوي الناس تتلخبط بين المنتج بتاعي وبين المنتج الثاني المنافس. وطبعا لو كان المنافس ده رديء وبتاع اكيد هيدي اثر سلبي على المنتج الخاص بيا. بالنسبة بقى للاستراتيجيات البديلة في استخدام الاسم التجاري، فانا عندي بديل ان انا نفس الاسم التجاري اللي انا شغال في السوق المحلي هو ده نفسه اللي هستخدمه في الاسواق الاجنبية، وطبعا خاصة اذا كان اسم خلاص ليه سمعته وليه الشهرة بتاعته فهستخدمه برضو بره. وهنا الشركات ممكن تخاف ان لو فشل في الاسواق الدولية ممكن يأثر على المنتج جوه. البديل التاني عشان خطورة ان هو ممكن يفشل، يعني نجاحه جوه السوق المحلي مش معيار وممكن يفشل في السوق الخارجي، فيقول لك خلاص انا هستخدم علامة مختلفة ليه بره عن العلامة الأصلية اللي موجودة عنده جوه السوق المحلي، ولما يثبت نجاحه او يعني ينجح في السوق بره ممكن ارجع للعلامة الأصلية بتاعتي. ممكن برضو في استراتيجية في حكاية ان يا ترى اعمل اسم تجاري موحد لكل المنتجات اللي انا بنتجها اللي الشركة بتنتجها، ولا المنتج نفسه اذا اختلف مستوى الجودة بتاعته او مواصفاته من سوق للتاني يبدأ يحط علامة مختلفة في كل سوق عن العلامة اللي في السوق التاني. فدي بدائل بيتم طبعا دراستها والمفضلة والاختيار الأفضل وفقا للمعايير اللي بتحطها الشركة. استراتيجية التبيين هي عبارة عن ايه؟ ان انا على العبوة ببقى محتاجة احط مجموعة بيانات مجموعة معلومات كتعريف للمنتج ومحتوياته ومكوناته واسمه واستخداماته وتاريخ صلاحيته والوزن بتاعه، كثير من المعلومات اللي بيبقى محتاج المستهلك ان هو يعرفها قبل ما يقرر ان هو يشتري المنتج ده، بتبقى محطوطة على العبوة. وكل دولة البيانات دي بتختلف حسب طبعا القوانين بتاعت الدول، يعني في دول بتشترط بيانات معينة لازم تبقى مكتوبة، يعني زي ما بنقول بالنسبة لمنتجات الأطفال الأكل بتاع الأطفال النسب الحاجات الصناعية اللي موجودة في الكلام ده كله بيبقى موجود، يبقى أنا ملتزمة بالقوانين اللي الدول بتفرضها عليا في تحديد نوعية البيانات اللي لازم تبقى موجودة على العبوة بتاعة المنتج. طبعا لازم تتكتب باللغة الدولة الواضحة اللي تبقى مفهومة ولا تحتمل أي معاني خطأ. آخر بعد بقى هو الخدمات ما بعد البيع اللي بتقدم مع المنتج، وطبعا على رأسها الضمان اللي بيتقدم مع المنتج وخاصة للمنتجات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية المعمرة.
خدمة الضمان، إن الشركة بتضمن المنتج لفترة زمنية معينة، وبيقول لك إن ضد عيوب الصناعة، لو حصل عطل بسبب إن في عيب في طريقة تصنيع أو بتبقى هي مسؤولة عنه، أو برضو ضمان إن هي تصلح الأعطال اللي هي تكون ناتجة عن عيوب صناعة. بجانب بقى خدمات إن أنا أنقل المنتج وأوصله لغاية العميل، أركبه، أدرب العميل على استخدامه، موضوع الصيانة وتوفير قطع الغيار بتاعته، كل دي خدمات بتزيد من قيمة المنتج وبتضيف له مزايا تنافسية، بتكون من أسباب الإقبال أو عدم الإقبال على شراء المنتج نفسه. سياسة الضمان إن بيبقى عند برضو بدائل، إن الشركة يا ترى الضمان اللي بتنفذه على اللي بتقدمه مع المنتج يكون واحد في كل الأسواق، ولا يختلف من سوق للتاني حتى الفترة بتاعة الضمان. يعني فترة ممكن أنا بدي 3 سنين أثبتها لكل الدول، ولا ممكن دول يبقى 3، دول يبقى 5، دول يبقى 2. طبعا كل سياسة ليها معاييرها، يعني بقول ممكن قوي أنا مثبتة 5 سنين، إنما في دول مثلا لو بقول عربيات والطرق بتاعتها مش وعرة، وإن انحدارات كتير، يعني العربية هتشتغل في ظروف ما هيش مناسبة، فممكن أقلل مدة الضمان بتاعتها. المهم ده اوبشن وده اوبشن، ان انا سياسة واحدة في كل الدول، او ان انا اعمل سياسة ضمان مختلفة في من مختلفة من دولة للتانية. فممكن اوي سياسة واحدة، اللي بقول لو انا شغالة في منطقة واحدة زي مجموعة دول الاتحاد الاوروبي، دي طبعا لازم يبقى سياسة واحدة للدول الاوروبية اللي هي جوه الاتحاد الاوروبي ككل. خلاص برضو اعدل، او نفس الكلام المنافسة. المنافسة هي ممكن اللي تجبرني ان انا اقدم ضمان زي في كل المواصفات اللي بيتقدموا الشركات المنافسة معايا عشان ما اخسرش السوق. خلاص لما يجي بقى تأدية الخدمات دي برضو، ايه البدائل اللي قدام الشركة عشان تقدم الخدمات دي جوه السوق الأجنبي؟ يا إما إنها تمتلك مركز صيانة أو مركز خدمة بيبقى ملكها جوه السوق الأجنبي، يبقى هي اللي بتقوم بإدارته وبتوفر العمالة وي 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 وملكها، يعني حاجة بتستثمر فيها مبلغ، طبعا هنا الاستثمار هيبقى عالي والتكلفة هنا هتبقى عالية. يا إما هي نفسها تتأجر أو تعتمد على مركز خدمة جوه السوق الأجنبي، هو اللي يقدم الخدمة بالنيابة عنها. وفي الحالة دي برضو عشان تضمن جودة الخدمات لازم برضو تتولى تدريب العاملين في المكان ده، و تحاول برضو نوع من المتابعة اللي تضمن كفاءة المركز ده في تأدية الخدمات. في الآخر برضو هتبقى المفضلة قايمة على إنها تقارن ما بين تكلفة وعائد ومخاطرة لكل بديل بينهم، وفي النهاية بتختار البديل اللي يديها أعلى عائد بأقل تكلفة وبأقل مخاطرة. كده بقى خلصنا كل الأبعاد المرتبطة باستراتيجية المنتج الدولي. يا رب نكون وفقنا في ان يعني ولو بشكل مبسط قدرنا نبسط في عجالة، لان طبعا مش قادرين نفصل اكتر من كده ولا ندي امثلة كتير عشان الفيديو نقدر نحمله. سلام عليكم.